إيهاب جلال جنتلمان الكرة المصرية رحل بشياكة كما عاش بأناقة. رحل عن عالمنا إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بعد صراع قصير مع المرض بعدما تعرض لوعكة صحية من أيام. واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وفضل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طول الأيام اللي فاتت. وحاول فريق الأطباء تقليل الأدوية المخدرة تدريجياً لبدء عملية الإفاقة بدون حدوث أي أثار جانبية. الفريق الطبي قال إن الهدف من التخدير هو بعد الجهاز العصبي عن أي تفكير أو حركة، ورغم إن المقربين منه قالوا إنه حالته بدأت تتحسن، لكنه توفى وساب وراه حالة من الحزن سيطرت على الوسط الرياضي المصري وبين جمهور كرة القدم. إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي بيعتبر من المدربين المخضرمين في الدوري المصري بعد ما تولى تدريب 10 أندية مختلفة من بداية مشواره التدريبي، وتنوعت ما بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية بالإضافة لتدريبه المنتخب الوطني في فترة قبل كده. خاض 335 مباراة وفاز في 147 مباراة وتعادل في 86 مباراة وخسر 102 مباراة. المدرب إيهاب جلال اشتهر بأخلاقه العالية ولم يفتعل أي مشاكل أو خلافات سواء لما كان لاعب أو حتى بعد ما بقى مدرب، واتسم بأسلوب مميز في التدريب خلاه من أفضل المدربين في الدوري المصري.